يقول السائل: إنه يعمل مدرسا مساعدا في كلية الزراعة، وفي بعض الأحيان يستخدم الموارد الحكومية في أعمال خاصة مثل شحن المحمول في المكتب. شحن المحمول من الأمور اليسيرة والضرورية، فمن الممكن أن تعطي الكلية في الشهر 5 جنيهات أو نحو ذلك مقابل السحب الكهربائي الذي يتم إذا أردت الاحتياط، وإلا فاليسير ضروري إن شاء الله يوفى عنه، ولكن الأحوط ما ذكرته لك، والله أعلم.